أهلا بكم في ضحايا العدوان. الفلسطينيون في غزة وفي كل أنحاء الوطن عاشوا وشاهدوا وسمعوا كل ما لا يخطر على بال من قهر وتنكيل وإعدامات على مرأى العالم. لم نرى من يحرك ساكنا، الصمت سيد الموقف. أصبحت قضيتنا محل نقاش، أصبح قتلنا على الهواء مباشرة، وهناك من يخوض جدالات عميقة حول صحة ما نراه. فعلا هو لا يصدق. إذن أبرز ما نشعر به حاليا إلى جانب حزننا وآلامنا وقهرنا هو فقدان الإيمان بالمنظومة الدولية والقيمية وانعدام الأمن والاستقرار. ما الذي أدى بالعالم إلى هذا التبلد والضعف والعجز عن قول الحق؟ وهل من حلول يمكن تقديمها؟ هذا ما سنجيب عليه رفقة ضيفتنا الدائمة دكتورة جلتان حجازي، أستاذ علم النفس ومدير فرع جامعة فلسطين التقنية في رام الله. أهلا وسهلا فيك دكتورة. بالبداية دكتورة، خلينا نحكي عن ما هي المنظومة القيمية الدولية وكيف يمكن كيف يتم تشكيلها. المنظومة القيمية بشكل عام هي عبارة عن القيم والمعتقدات طبعا الدينية والأخلاقية والحقوقية التي يكتسبها الإنسان عبر مراحل تنشئته الاجتماعية، عبر مراحل عمره. وهذه المنظومة طبعا يستدخلها الإنسان منذ سنوات عمره الأولى عبر عملية التنشئة الاجتماعية كما ذكرنا سابقا من قبل العديد من المؤسسات، سواء كانت مؤسسات الأسرة أو المؤسسات التربوية أو الرفاق أو الأحزاب السياسية، المساجد إلى آخر هاي المؤسسات اللي تعتبر مؤسسات تنشئة اجتماعية. الطفل يولد كصفحة بيضاء، يتم نقش هذه القيم عليه عبر عملية التنشئة، حيث تستدخل لتصبح جزءا من وعيه وبنائه النفسي والشخصي. تستمر عملية بناء هذه المنظومة لديه خلال سنوات العمر الأولى، بالذات في الخمس سنوات الأولى من حياته، عبر طبعا العديد من الوسائل والاستراتيجيات التي تستخدمها مع الأسرة وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مثل التعزيز والعقاب، مثل التقليد والنمذجة، مثل التوحد مع طبعا النماذج الإيجابية في حياته. ويستدخل هذه القيم يتكون عنده في عمر 7 أو 8 سنوات ما يسمى بالضمير الذي يصبح مخزنا لهذه القيم وبكافة طبعا أشكالها، ويصبح هذا الضمير هو وكيل المجتمع داخل الفرد، بمعنى أنه يشكل المعايير طبعاً التي والقيم التي اكتسبها الفرد خلال هذه بقية العملية، والتي سوف تشكل له معايير يحكم في ضوئها على مدى سوية السلوك أو انحراف هذا السلوك. طبعا مهم جدا أن نوفر دائما للطفل في هذه المرحلة النماذج الإيجابية والقيم الإيجابية حتى يتشكل عنده ضمير يميل دائما إلى المعايير الإيجابية، الخير يعني. نعم، معايير الخير ومعايير المعايير التي يعني تبث في الإيجابية في كل سلوكياته وكل تصرفاته، لأنه طبعا بعد ما يتكون الضمير ينتهي دور، من المفروض أن ينتهي دور مركز الضبط الخارجي الذي كان يتم عن طريق الأسرة أو المؤسسات الأخرى لضبط سلوك هذا الطفل، ولكن حينما يتكون هذا الضمير من المفروض أن يصبح الطفل مستقلا ويكون قادرا على اتخاذ القرار بنفسه حول هل أقوم بهذا السلوك، هل هو مسموح لي القيام فيه وفقا للمنظومة القيمية والمعايير الموجودة في ضميري. طيب احنا ذكرنا انه الحرب على غزة ادت لفقدان الثقة بهاي المنظومة الدولية، شو هي ابرز الاشياء اللي صارت فادت فينا للوصول لهاي المرحلة؟ طبعا الطفل خلال الفلسطيني خلال سنوات عمره اكتسب كل المفاهيم وكل القيم التي طبعا روج لها من قبل المؤسسات الدولية حول العدالة والديمقراطية الإنسانية وحقوق الإنسان والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في اللعب والحق في الترفيه والحق في الحياة، ورسخت هذه القيم والحق في التعبير عن الرأي لدى الطفل من خلال طبعا حكينا وسائل الإعلام، من خلال المناهج الدراسية حيث تم تدريسها له عبر
مناهج التربية المدنية والتربية الوطنية، يعني نشأ وتربى على هذا. نعم، وتربى على، وبالتالي أصبحت هذه بالنسبة له قيم يسعى إلى تحقيقها، وكل يوم هو بيسمع تقارير وبشوف بشاهد عبر الوسائل الإعلام المختلفة وعبر حتى الأفلام الكرتونية اللي بيحضرها هذا الطفل، كمية الإنسانية. نعم، أفلام أو تجارب أو خبرات تعلم تؤكد على هذه القيم. في نفس الوقت ما مورس عليه كان نقيدا لكل هذه القيم، حيث مورست عليه كل أشكال البطش والقهر والقتل والتشريد والنزوح وما أدى إليه طبعا من فقدان هذا الطفل لأسرته، لممتلكاته، لحياته الطبيعية، لأنشطته الاعتيادية، لكافة حقوقه، حقه في التعليم، حقه في الصحة، حقه في العلاج، حقه في اللعب، حقه في البيئة الآمنة التي تضمن له نموا نفسيا متوازنا وإشباعا لحاجاته الجسدية والنفسية. افتقدوا هذا الطفل وهو يرى كل العالم يقف صامتا أمام ما تقوم به إسرائيل ضد هذا الشعب المغلوب على أمره، فلازم أسأله كيف بتكون نفسيته. فهون الطفل من الطبيعي أن يشعر بفقدان الثقة في كل هذه القيم. صدمة. حتى يعني أمس كنت في أحد المحاضرات، وبالصدفة كانت المحاضرة حول حقوق الطفل في المواثيق الدولية. طلب مني الطلاب عدم شرح هذه المحاضرة لأنها بالنسبة لهم كذبة كبيرة، كلام على ورق. نحن نضيع الوقت لأن لا مكان لهذه القيم في حياتنا، على الأقل نحن كفلسطينيين. في تجربة أي شعوب أخرى مثل أوكرانيا مثلا يهب كل العالم، ولكن أمام الشعب الفلسطيني ليس هناك أي دور لهذه المؤسسات. في قطاع غزة كل مؤسسات الأمم المتحدة فشلت في القيام بدورها في قطاع غزة، ومنعتها إسرائيل من القيام بدورها، سواء منظمة الصحة العالمية، سواء منظمة الأغذية، برنامج الغذاء العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى المحكمة الجنائية اتخذت قرار ولم تلتزم به إسرائيل، مجلس الأمن اتخذ قرار ولم تلتزم به إسرائيل، بل بالعكس ضاعفت من ضرباتها بالذات في رفح، وزاد تهديدها لرفح. أمام كل هذه الإجراءات الوحشية الغير مبررة ضد الإنسان بالدرجة الأولى، ماذا سيكون رد فعل الإنسان؟ هل تكون نفسية الطفل؟ هل سيبقى لديه ثقة في أي من هذه المؤسسات؟ بالتأكيد لا، لأنه دائما معيار الحكم على الشيء هو تجربة الإنسان. حينما وضع الإنسان على في التجربة ووضعت هذه المؤسسات على المحك، عجزت عن القيام بدورها، وبالتالي النتيجة المنطقية فقدان الثقة في كل المنظومة القيمية التي تروج لها. بالتالي أكيد فقدنا الشعور بالأمان. نعم، الأطفال في غزة والكبار حتى، الجميع فقد الشعور بالأمان، حتى نحن في الضفة الغربية طبعا لا نشعر بالأمان ولا نشعر دائما بالتهديد. وبالمناسبة هو تأثير الخبرات التي تحدث في غزة لا يكون فقط بالخبرة المباشرة، وإنما أيضا الخبرات المشاهدة عبر كل وسائل الإعلام تؤثر على الجميع، يعني على الهواء مباشرة. نعم، على الهواء مباشرة، وبث حي ومباشر، نشاهد القتل ونشاهد التشريد، وهذا كله سينعكس على نفسيات الجميع شئنا ما بين. يعني أنا مش عارفة دكتورة إذا ممكن أسألك كمان إنه كيف ممكن نعالج هذا الموضوع، او اذا في حل اصلا ممكن نقدمه انه ممكن نرجع مثلا هاي الثقه. والله دائما اعاده بناء الثقه يحتاج الى تجربه جديده، الى دور جديد لهذه المؤسسات. الصليب الاحمر عجز عن القيام بدوره مع انه مكتوب على صفحته نحن مؤسسة مستقلة نهدف الى تحقيق قدر من الانسانيه في مناطق النزاعات. الصليب الأحمر تمنع إسرائيل من الوصول إلى المستشفيات، من الوصول إلى الجرحى، من الوصول إلى الشهداء اللي تحت الركام. أمس في قطاع غزة في المناطق المحيطة بالشفاء وفي شارع الوحدة قتل الناس الأبرياء، وإلى الآن جثثهم ما زالت في بيوتهم، غير رحل من تبقى وبقيت الجثث في المنازل لعدم استجابة لصليب ولا منظمة صحة ولا أي مؤسسة لاستغاثات هؤلاء الناس، وبالتالي أصبح الفرد نفسه يجد نفسه وحيدا في هذا العالم، يتخذ قراره بنفسه ويخرج، إما أن يكتب له الله العمر والوصول بسلام إلى منطقة آمنة أو أنه يعني يستشهد. يحمل روحه على كفه كما يقول ويستشهد في أي لحظة من اللحظات. إذن ممكن استعادة الثقة تتم عن طريق أنه يتغير هذا السلوك، يتغير هذا السلوك من قبل هذه المؤسسات، ونرى تطبيقا
لهذه القيم التي نرددها، وللأسف الشديد حتى نطالب الدول بإنشاء يعني أنشئت مؤسسات وطنية من قبل الدول، وأنشئت وضعت تعليمات وتشريعات لضمان إنفاذ هذه الحقوق. الحق في التعليم في قطاع غزة دمر هذا العام، وإذا استمرت الحرب لشهر 7 أو 8 يعني سيدمر العام الدراسي القادم للأسف. صحيح. لأنه العودة إلى الدراسة هي بحاجة إلى خطط، بحاجة إلى بنية تحتية، بحاجة إلى إعادة تأهيل للطلاب والمعلمين. نفسية الطفل كيف تكون هو نازح في مدرسته ويقتل في مدرسته. نعم، في للقيام مدرسته. إعادة التأهيل حتى يستطيع العودة إلى التعلم بشكل طبيعي بعيدا عن التشويشات التي حصلت لديه نتيجة للأحداث الصعبة التي مر بها. يعني احنا بحاجة لإعادة الثقة في كل منظومتنا الحياتية، يمكن في كل المنظومة سواء كانت على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني حتى للأسف. بدي أشكرك دكتور جلتان حجازي أستاذ علم النفس. وبالنهاية مشاهدينا، دائما هناك أمل وثقة بالله، وهذه أعظم مواساة يمكن تقديمها لأي مظلوم في هذا العالم، أن الله معك ويسمعك ويراك، كما أنه دائما يمكننا أحداث التغيير والفرق بالقليل من الإرادة والقوة التي نستمدها ونراها في عيون الغزيين رغم كل القهر من حولهم. إلى اللقاء.